السلام عليكم، معاكم عاصم حنجل. هنتكلم مع بعض في الكورليشن، الجزء الثاني، سبيرمان رانك. كنا اتكلمنا في الجزء الاول في الحلقه اللي فاتت على الكورليشن باستخدام بيرسون كوفيشنت. النهارده هنتكلم على سبيرمان رانك. طيب، ايه اللي احنا عايزين نقوله؟ الكورليشن عندنا ما بين تو فاريبلز ممكن يبقى عندي وضعين، الديتا اللي جايه لي كوانتيتيف او الديتا جايه لي كواليتاتيف. يعني ايه كوانتيتيف؟ كوانتيتيف جايه من كلمه كوانتيتي، وبالتالي بتبقى الديتا بتاعتي نيوميريك، يعني رقميه. يعني يقول لي مثلا ايه العلاقه مثلا بين الماث والاستاتستكس، جاب 10 جاب 9 جاب 8 جاب 7 وربع، كلها ارقام. الحاجات اللي جايه لك ارقام، انما الكواليتاتيف بيجي لك مش ارقام، جاي من كلمه كواليتي، وبالتالي بيجي لك الفاظ مش ارقام. يقول لك مثلا التقديرات، مثلا العلاقه بين الماث والاستاتستكس بالتقدير، يقول لك اللي جاب امتياز هنا جاب جيد جدا هنا، واللي جاب جيد هنا جاب مقبول هنا، واللي جاب ضعيف هنا جاب متنيل هنا، وهكذا. ما جابليش ارقام، وانا عايز اعرف هل في علاقه بين الماث والاستاتستكس ولا لا، في كورليشن، في ارتباط، يعني مش علاقه، في ارتباط ولا مفيش. فاصبح عندي تو مودلز، واحد اسمه كوانتيتيف، واحنا حلينا ده النيوميريك. ده كان باستخدام البورت الاول، لو ما شفتوش راجعه، كان بيتكلم على البيرسون. فكنا عندنا البيرسون كورليشن اهو، ادي بيرسون. انما لو كان الوي كان عندي كواليتاتيف، فانا عندي الحاج سوبرمان خلص الموضوع ده لانه حل المشكله دي. طبعا سوبرمان دي تريقه، بس بحاول افكرك ان اسمه سبيرمن، شبه كلمة سوبرمان. يبقى لو أنا عايز حاجة كواليتاتيف جايلي بالألفاظ مش جايلي بالأرقام، لا بديل عن استخدامي لسبيرمان، وهنسميه ساعتها سبيرمان رانك. ده كده الواي، وده سبب وجود حلقتنا مع بعض النهاردة. طيب، افكركم كلام قديم، ان انا عشان اعرف الكورليشن لازم احسب الار، الكوفيشنت اوف كورليشن، ده اللي هيبقى المدلول بتاعي. وافكركم برضو قيمه الار لازم تتراوح ما بين ال1 والنيجاتيف 1، لا تنفع تزيد عن كده ولا تقل عن كده. وقلت لكم برضو لو جيت رسمت نمبر لاين 0 1 ونيجاتيف 1، جينا قلنا البارت البوزيتيف بسميه دايركت كورليشن، انما البارت النيجاتيف بسميه انفرس كورليشن. البارت البوزيتيف كان معناه ان لو حاجه زادت يبقى الحاجه المقابله ليها هتزيد هي كمان، او لو قلت التانيه هتقل هي كمان. انما الانفرس بالعكس، لو واحده زادت يبقى التانيه قلت، ولو واحده قلت تبقى التانيه زادت. وجينا قلنا ان الرقم بتاع الار كل ما بيقرب من الون كل ما بيكون اقوى، يبقى الارتباط اقوى، او كل ما بيقرب من النيجاتيف ون برضو بيبقى اقوى، بس بيبقى انفرس. وقلنا لو الار طلعت بزيرو يبقى نو كورليشن، لا يوجد ارتباط، ولو طلع بون بالظبط يبقى ده بيرفكت، كامل تام، او لو طلع بنيجاتيف ون برضو بيرفكت بس في اتجاه الانفرس. ده كان ملخص شوية لبعض الحاجات اللي اتقالت في الحلقة اللي فاتت للتذكرة. وبالتالي نبدأ نتكلم بقى، طب انا بحسب سبيرمان ده ازاي، واذا كان اللي جاي لي كلام مش جاي لي ارقام؟ قالك طب بص، هو قانون كده الاول، يعني الاول كده الار بتسوى كده. وخلي بالكو ان الرول دي اصغر شوية من اللي فاتت. اللي فاتت دي كانت عايزة 6 سنين تحفظها، دي يعني ابسط بكتير. مين دول؟ لا ما تتعبونيش، انا اخد مثال واطبق على طول فنفهم مين سيجما دي سكويرد ومين الان ومين الكلام ده. طيب ناخد مثال. مثال يعني بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي علاقه بين درجات الشباب ما بين الماث والفيزيكس. فاللي جاب اجيب بقى القلم، اللي جاب ويك ضعيف يعني في الماث جاب ويك في الفيزيكس، واللي جاب باس مقبول يعني عدى كده في الماث جاب باس في الفيزيكس، واللي جاب جود جاب فيري جود، واللي جاب اكسلنت جاب جود، اما اللي جاب فيري جود فجاب اكسلنت. وعايز يعرف هل في كورليشن ما بين الماث والفيزيكس، وكده انا ما عنديش ارقام والحمد لله. طيب ايه الواي بقى؟ قال بص حضرتك، تعال الاول كده، الخطوه اللي انا هعملها للحل ان انا هكتب نفس التيبل ده بس بشكل واقف راسي، هيبقى فيرتيكال. ده الواي، ما عملتش حاجه، يعني هو الكلام مكتوب خليته بالطول. وهسمي واحده اكس واسمي واحده واي. مين اكس ومين واي؟ اي واحده اكس واي واحده واي، مش هتفرق. طيب نروح بقى للقطه اللي وراها. ايه اللقطه اللي وراها؟ او رايح بقى للماث مثلا، طريقه الحل بقى بتاعت الحاج سبيرمان. اروح للماث اقول ايه الدرجات الموجوده دي او التقديرات المكتوبه دي، انا هعمل لها ترقيم تصاعدي او تنازلي، ascending او descending.
يعني عندي ويك وباس وجود وفيري جود واكسلنت. اقل تقدير كام الويك؟ هقول طب ويك ده هقول 1. طب مين بعديه بعد الويك؟ باس، يبقى باس 2، يا دوب عدى ده. بعد كده جود ولا اكسلنت ولا فيري جود؟ لا جود، ده جيد بس. طب اكسلنت ولا فيري جود؟ لا اكسلنت ده ممتاز، فيري جود يعني جيد جدا، فيري جود اكتر، ادي فيري جود. وبعد كده رقم 5 اكسلنت، يبقى انا كده رقمت. اللي عملته في الماث هعمله في الفيزيكس. مين اقل حاجه في التقديرات دي؟ الويك، الويك اديله رقم 1. مين بعده؟ باس، اديله 2. مين بعده؟ جود، اديله 3. مين بعده؟ فيري جود، اديله 4. مين بعده؟ اكسلنت، اديله 5. اللي انا عملته ده كده اسمه رانك، انا كده رتبت، وكأن ترتيبه على الفصل، ترتيب حضرتك كده. اللي جاب ويك ده مثلا ده الاول بس من ورا طبعا، وبعد كده اللي جاب باس وهكذا، ده الترتيب. طب كان ينفع اقول الاكسلنت هي اللي 1 يعني ابدا من الكبير للصغير؟ اه ينفع، بس لو عملت ده هتعمله للماث وهتعمله للفيزيكس، يا الاثنين تبداهم من الصغير للكبير، يا الاثنين من الكبير للصغير. And that's it. طيب نقوم نقول اعمل خانه اسمها رانك اوف اكس. رانك اوف اكس هي الارقام اللي انا كتبتها دي 1 2 3 5 4، يعني 1 2 3 5 4 هم دول معايا يا شباب. وبعدين رانك اوف واي 1 2 4 3 5 1 2 4 3 5، يبقى انا كده زودت عمودين فيهم الرانكس اللي انا جبتها دي. بعد كده بجيب الدي، الدي ده اختصار لكلمه ديفرنس، يعني بجيب الديفرنس الفرق، فبقول الديفرنس بين الرانكس، ادي الديفرنس دي ان دي ديفرنس. يعني ايه؟ يعني هقول 1 ماينس 1 تطلع 0، 2 ماينس 2 تطلع 0، 4 ماينس 3 تطلع نيجاتيف 1. ايه ده، هو الثاني ماينس الاولاني؟ يعني لازم 4 ماينس 3، ما ينفعش 3 ماينس 4؟ لا ينفع برضه. ايه ده بتتكلم بجد؟ اه والله، اي حاجه ماينس اي حاجه، لان انا في الاخر الاجابات اه هتختلف. يعني قلت لو 3 ماينس 4 تطلع نيجاتيف 1، بس لو قلت 4 ماينس 3 تطلع بوزيتيف 1، فالاجابه هتختلف. اقول لك صح، هي هتختلف، بس انا بصراحه مش محتاج الدي. امال انت جايبه ليه؟ قال لا اصل انا عايز الدي باور 2. فلما تيجي تعمل النمبر باور 2 الساين كده كده هتمشي، فمش فارقه معايا. وبالتالي ده جه منين؟ جه ان ده باور 2، 0 باور 2 يطلع ب 0، 0 باور 2 ب 0، نيجاتيف 1 احطها بتوين براكتس باور 2 تطلع ب 1، ال 2 باور 2 تطلع 4، نيجاتيف 1 باور 2 تطلع ب 1. يبقى كده انا جبت الدي باور 2. وبعد كده اجيب مجموع العمود الدي باور 2 ده 0 بلس 0 بلس 1 بلس 4 بلس 1 ايكوالز 6، وكده بقى انا جبت الديفرنس سكوير ده اللي انا عايزه. افكركم بقى بالقانون اللي كنت كاتبه من دقيقتين كده. القانون كان بيقول 6 سيجما اكس سكويرد. اسمحوا لي ان انا ايه، انا همسح الفايفايا دي، شايفين دي؟ بس كده عشان نشوفها مع بعض. بس بصوا بقى، هنا عندي الار كانت بتيكوالز في الرول بتاعت سبيرمان 1 ماينس الكلام ده، او مبدا اعمل سبستيتيوشن الان ب 5. الان دي زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ان هي عدد الداتا، فانا عندي 5 طلبة عملت عليهم التشيك ده، فيبقى عندي الان ايكوالز 5. يبقى كل ان في القانون هشيلها احط 5. ال1 وال6 اوريدي في القانون يا شباب، وبالتالي عندي فاضل الدي سكويرد. مين الدي سكويرد؟ السيجما دي سكويرد، يعني مجموع الدي سكويرد اللي هي 6. فبالتالي لما اجي احسب بقى ال6 الحمراء دي اللي في القانون، انما ال6 السوداء دي اللي جت من السيجما. وشلت الان وحطيت 5، وشلت الان باور 2 وحطيت 5 باور 2، والان شلتها وحطيت 5. يقوم يطلع لي الحسبه ان الار هت ايكوالز 0.7 بوزيتيف، وده معناه ان ده كده طردي، يعني ده كده دايركت، صح كده؟ يعني لو درجات الناس بتزيد في الماث غالبا درجاتهم في الفيزيكس بتزيد. في ارتباط قيمته حوالي 0.7، او مفهوم اخر قيمته 70% 70%. وبالتالي اقدر اقول ان انا عندي دلوقتي دايركت سترونج كورليشن. ليه قلت كلمه سترونج؟ عشان اكتر من 0.6، لو فاكرين من الحلقه اللي فاتت. يا رب يكون الموضوع واضح. اتمنى تحلوا اكسرسايز على ده. وناخد مثال تاني نقول فيه الاتي. هو لو جاب لي مثال رقمي هل ينفع استخدم سبيرمان؟ اه ينفع استخدم سبيرمان، بس برضه ينفع تستخدم بيرستر الحلقه اللي فاتت. هنا السيتويشن لذيذ قوي. بيقول لك عندي شويه مرتبات في المصنع بتاعي او الشركه بتاعتي، وعندي الارباح. فبنقول ايه؟ ان انا لو عندي رواتب لما كان اجماليها 10500 كان النت بروفيت 9000. فجيت قلت طب ما تيجي نتن ونقلل مرتبات الناس كده ونقصف رقبتهم وكمان نرفد اثنين نقلل، بحيث خليت اجمالي رواتب 3000. فوجئت ان النت بروفيت قال له بقى 5000.
لما السالاريز قلت ازودها شويه خليتها 9 دخل لي بروفيت 7200. قلت طب ما حلو اهي، طب ما تيجي تزود اكتر، فخليت مرتبات 20000 لقيت النت بروفيت 16500. قلت ياما ياما ياما، هات بقى 41000 بقى ذروه العمال. فاديتهم 41000 لقيت الارباح قلت 8000. ليه؟ اصل ما جبناش مكسب كده كده، المكان ليه اخر والمبيعات ليها اخر، فالرواتب اكلت من الارباح تقريبا، فاتبقى 8000. فقال لي انها ال 22000 فدخلت ارباح 15000. عايز احلها بطريقه بيرسون مش بطريقه سبيرو بتاعت الحلقه اللي فاتت. هو بقول خلاص انا هعمل رانك، تيجوا بقى نعمل الرانك، تعالوا نعملها مع بعض الاول قبل ما نكشف على الحل. هاجي عند السالاريز اقول ايه، هبدا مثلا من الصغير للكبير، مين اصغر رقم موجود هنا؟ ال 3000 يبقى ده 1. طب مين اللي بعده؟ ال 9000 يبقى ده 2. مين اللي بعده؟ ال 10000 يبقى ده 3. مين اللي بعده؟ 20000 يبقى ده 4. 22000 يبقى ده 5. الاخير 41000. بنفس الاسلوب هعمل النت بروفيت، مين اصغر رقم هنا؟ اصغر رقم 5000 ده ياخد نمبر 1، اللي بعده 7200، اللي بعده 8000، اللي بعده 9000، اللي بعده 15، واللي بعده 16.5. وكده يبقى انا جيت عملت الرانك. طيب نبدا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا هكتب بالطول مش اكتر من كده، اللي مكتوب بالعرض هكتبه بالطول، بدل ما هوريزونتال هخليه فيرتيكال، وبعدين ابدا اقول الرانك اوف اكس. فهنبدا نجيب الرانك اوف سالاريز. فالرانك اوف سالاريز هو اللي كتبته فوق ده 3 1 2 4 6 5، 3 1 2 4 6 5. اللي وراها اجيب الرانك اوف واي اللي انا كتبته برضو الترتيبات بتاعت الواي. طيب وبعد كده هجيب الديفرنس، صح؟ اطرحهم من بعض، فاطرح الاثنين من بعض، اي حد ماينس اي حد يطلع لي الرقم ده، بس مش ده اللي انا محتاجه، لسه محتاج الديفرنس سكويرد. فيبقى الرقم اللي موجود هنا هو باور 2، وبعد كده اقوم جاي جامع يطلع لي اجمالي 14. افكركم بالرول تاني، جاي الرول بتاعتنا الاصليه، وبعدين ابدا اعمل سبستيتيوشن لان ب 6 عشان عندي 6 حالات في تغيير المرتبات موجودين، 6 جيفنز ديت، وبالتالي شلت كل ان وحطيت 6. مكان سيجما دي سكويرد حطيت ال 14 فبقت 6 تايمز 14، ومكان الان حطيت السكسات كلها موجوده. احسب الار، مش عايز تيجي الار مش عارف ليه نجيبوها، يبقى ادي الار طلعت 0.6. دي معناها ان بوزيتيف 0.6 ان في دايركت ريليشن، لما زود الرواتب بيزود الارباح، بس 0.6 مودريت، الارتباط ده مودريت كورليشن، يبقى هنا دايركت مودريت كورليشن. يبقى ادي الاكزامبل ده. محتاج اقول ملحوظه عشان يبقى موجودين فيها مع بعض، هو انا لو حليت دي كده بيرسون او سبيرمان هي هي، هيطلع نفس الرقم في الاخر؟ لا، هيطلع مشابه جدا بس مش بالظبط. تفتكروا مين هيطلع ادق؟ انا جاوب، اللي هيطلع ادق الحاج الاولاني اللي اسمه بيرسون. ليه؟ لان ده رقمي. يعني تعالوا تخيلوا مثلا بدل 10500 كانت 10700، شايفين الرقم ده؟ كان هياخد رينك رقم كام؟ 3 برضو. حصل تغيير؟ ما حصلش تغيير، لان سبيرمان ما بيهتمش بالقيمه كام، بيهتم بترتيب القيمه، ترتيبها نمره كام. انما مع بيرسون القيمه نفسها بتخش في الاعتبار ما بين السيجما اكس والسيجما واي، واتضربوا في بعض بيجيب الارقام نفسها، فبيبقى في النمبرز مور اكوريت. فانا كان عندي اوبجكتيف ان يكون مور اكوريت قوي كده والارقام تهمني، هستخدم الحاج الاولاني اللي اسمه بيرسون. لو يهمني ان اتعامل مع رانكس ويكون عندي اوفرول كده فيو على الموضوع وبشكل اسرع وابسط في القوانين، يبقى في الحاله دي انا هستخدم الحاج سبيرمان. طيب تعالوا ناخد مثال بقى تاني، ناخد فيه الليفل الاعلى سنه. بيقول لي هنا عندي برايس وسيلز، لما كان عندي حاجه بتتباع بسعر قليل، البرايس بتاعها قليل، كانت مبيعاتها كتيره جدا، كانت هاي. ولما كان عندي فيري لو، البرايس قليل جدا، برضو كانت مبيعاتي هاي. ولما كان البرايس افريج متوسط، السيلز كان فيري هاي. ولما كان فيري هاي، السعر فيري هاي، كان السيلز لو، مبيعاته قليله. يعني لما غليت الحاجه قوي مبيعاتي بقت قليله قوي، وهكذا. بيقول لي هل في كورليشن ما بين البرايس والسيلز؟ اقول له اه، تعال نلعبها بقى، نلعب بقى مع بعض، نتكلم على برايس. مين اقل حاجه؟ لو، فيري لو، فيري لو دي اقل حاجه، يبقى ادي 1، بعديها 2، ادي لو، بعد كده عندي افريج وفيري هاي وهاي، لا افريج الاول، وبعد كده هاي وفيري هاي. معايا كده؟ او ما اقول والله طبعا. هو بس انا عايز اقول لكم معلومه عشان حل السؤال ده، المفروض ان انا احله ان دي مش موجوده، ان ده هاي وان ده هاي وان ده اللي فيري هاي،
ممكن اكمل معاك عشان تشوف بس الكلام موجود في السلايد يبقى مطابق، يعني السؤال مكتوب فيه غلطه كده. طيب يبقى اصبح عندي فاضل هاي وفيري هاي، مين بقى الهاي ولا فيري هاي الاول؟ لا هاي، يبقى ده نمبر 4. هتقول لي طب ما هنا في هاي برضه، اقول لك ماشي يا عم تاخد نمبر 5 هي اللي عليها الدور يعني، ثم فيري هاي نمبر 6. معايا كده يا شباب؟ خلصت؟ للاسف ما خلصتش. ليه بقى؟ قال انت عندك موقف دلوقتي جديد، ان عندك هنا الكلام متكرر هاي وهاي، اشمعنى دي 4 ودي 5؟ طب ليه مش دي 4 ودي 5؟ اقول لك تصدق عندك حق، ده لازم الروس تتساوى. طب انا اسويها ازاي؟ لازم اديهم نفس الرانك، اديهم الاثنين 4؟ لا. اديهم الاثنين 5؟ لا. امال اديهم ايه؟ انا هتاخد الرقم ده وهتاخد الرقم ده وتعمل لهم بلس بعض، يبقى 4 بلس 5. هما كام رقم دول؟ رقمين، يبقى اقسم على 2 ديفايدد 2، يبقى عندي 9 ديفايدد 2 تطلع 4.5. يبقى الرانك ده انا هشطبه واخليه 4.5 مش هيبقى 4، وال5 برضه هشطبها واخليها 4.5 مش هتبقى 5. سهل مش سهل قوي؟ طب تعال نشوف اللي بعدها، تعال نشوف السيلز. يلا، مين اقل حاجه؟ هاي وفيري هاي ولو افريج ولو، اللو اقل حاجه يبقى ده 1، وفي لو تاني يبقى ده 2. اكمل الاول، مين بعده؟ افريج يبقى ده 3، مين بعده؟ هاي 4 5 6. اللو واللو متكررين صح كده، 1 و 2، يبقى لا ده رانك 1 ولا ده رانك 2. هم واخد دول ابلسهم بقت 1 بلس 2 ديفايدد عددهم اللي هم 2، يعني 3 على 2 تبقى 1.5. يبقى الرانك ده يتحول ل 1.5 والرانك ده يتحول ل 1.5. عندي هاي وهاي برضو، يا نهاري 4 و5، يبقى اعملهم بلس بعض واقسم على عددهم، يبقى 4 بلس 5 اول اوفر 2 فيطلع لي 9 اوفر 2 تبقى ريزلت 4.5. يبقى ال 4 دي تمشي تبقى 4.5 وال 5 دي تمشي وتبقى برضو 4.5. يا رب تكون فهمت بقى. طيب تعال نشوف كده المنظر. قال اول حاجه طبعا هتعملها هكتب التيبل بشكل فيرتيكال، وبعدين الرانك اوف اكس. بصوا بقى ده اللي كنت كاتبه فوق، 2 1 3 4 ونص 6 4 ونص، اهو 2 1 3 4 ونص 6 4 ونص. شفتوا بقى الرانك بقى عامل ازاي؟ بقى في انسس. طب الرانك اوف واي اهو برضو 4 ونص 4 ونص اول 2 ثم 6 ثم 1 ونص 3 1 ونص، انا كنت كاتبه فوق. وبعد كده اجيب الديفرنس بقى عادي، 2 ماينس 4.5 تطلع نيجاتيف 2.5، 1 ماينس 4.5 نيجاتيف 3.5 وهكذا. واروح للاختيار الاخير اللي انا محتاجه الدي سكويرد، ان الرقم ده نيجاتيف 2.5 باور 2 يطلع 6.25، طبعا الكالكوليتر معاك يعني. وبعدين اجيب المجموع بتاع الدي سكويرد يطلع 54.5، ودايركتلي على طول اروح اعوض في الرول. طيب لو تسمحوا لي انا همسح الكلام ده عشان تبقوا معايا في الرول. اريز اول. طيب ال n equal 6 انا عندي 6 حالات، وبعدين شلت ال n حطيت مكانها 6 تحت اهي، السيجما دي سكويرد شلتها وحطيت 54.5 هو ده مكانها، وبالتالي يطلع لي ال r equal negative 0.56. هنا ال r طلعت negative وده معناه ان هو inverse، يعني زياده حاجه تعني نقصان الثانيه، يعني البرايس لما بيزيد يعني نقصان السيلز، او البرايس لو قل يعني زياده السيلز. وده كده بشكل مودريت لان هو بين البوينت 4 والبوينت 6، فهنا انفرس مودريت كورليشن. يا رب يكون الاكزامبل ده واضح. نروح بقى لاخر اكزامبل معانا واعلى ليفل فيهم، ان بيكون التكرار في اكتر من 2. طيب ناخد الاكزامبل ده، بيقول لي علاقه ما بين تقديرات الهيستوري والجيوغرافي، ما بين التاريخ والجغرافيا. فادي درجات الشباب، اللي جاب ويك في الهيستوري جاب ويك في الجيوغرافي، وواحد جاب باس وجاب باس، وواحد جاب ويك وواحد جاب جود وهكذا. طيب تعالوا بقى نعمل الرانك. تعالوا نتكلم عن هيستوري. فالهيستوري عندي ادي التقديرات، اقل حاجه ليها ويك، فادي ويك 1، ويك ثانيه ادي 2، ويك ثالثه ادي 3. بصوا بقى اتكرر 3 مرات، ما احسبش حاجه غير لما اخلص كله. طيب نمبر 4 مين؟ مين بعد الويك؟ باس، يبقى باس 4، وبعد كده جود 5، فيري جود 6، اكسلنت 7. تعالوا نحسب بقى الحسبه دي. قال لك الويك دي اول واحده صح، مكرره، فانا عندي ده ويك وده ويك وده ويك. طب دول ثلاثه بقى اعمل ايه؟ قال لك ولا اي اندهاش، هتاخد الثلاث ارقام تجمعهم 1 بلس 2 بلس 3 اوفر عددهم، هم كام واحده؟ ثلاثه، فيطلع لي 6 اوفر 3 تبقى الاجابه 2. يبقى الثلاثه رانكس دول هيتحولوا 2، ده هتمشي هتبقى 2، ودي هتمشي هتبقى 2 لا زي ما هي، ودي هتمشي هتبقى 2. بس ادي القصه. طب تعالى للجيوغرافي،
ويك 1 ويك كمان اهي 2 بعد كده عندي باس باس ادي 3 وادي باس وادي كمان باس 5 وبعد كده عندي جود وبعد كده عندي فيري جود. طيب تعالوا للتكرار. الويك كان عندي فيه 1 وعندي كمان فيه 2 يبقى اعملهم بلس بعض ديفايدد عددهم يبقى 1 بلس 2 عددهم 2 2 تبقى الإجابة 1.5 يبقى ده يمشي ويتحول 1.5 وده يمشي ويتحول 1.5. طيب بعد كده عندي الباس الباس عندي 3 وعندي 4 وعندي 5 فدول 3 يبقى 3 بلس 4 بلس 5 أوفر عددهم اللي هم 3 يطلع لي الإجابة 4 4 يبقى ده هيمشي وحيبقى 4 وده هيمشي وحيبقى 4 وده هيمشي وحيبقى 4 و6 و7 زي ما هي كده. انا جبت رانكس واتوقع الباقي بيبقى سهل خلاص. هي كانت المشكله كانت في رانك بس. وبالتالي ادي التيبل على بعضه ادي الحسابات ادي الرانك اوف اكس. بصوا بقى الرانك اوف اكس ده اللي انا كنت عامله بالظبط 2 و2 و2. فهمتوا قصدي بقى؟ خلاص كل الويك خدته زي ما كنت عامل فوق اهو الويك كله خدته. وبعد كده الرانك اوف واي في اللي خد 1.5 صح كده وفي اللي كان مكرر 4 و4 و4 زي برضو ما حسبنا من شوية. الإجمالي بتاع الدي سكويرد هو 21.5 وبالتالي أقدر دلوقتي أحسب الكوريليشن. أدي الرول إياها أشيل لكم برضو فين إيريز أول أهو وبالتالي أبدأ أسبستيتيوت لأن بسبعة عشان عندي سبع حالات وبعدين حبدأ أقول ان الاربت ايكوالز ال6 اللي هي بتاعت الرول سيجما دي سكوارد اللي هي 21.5 اللي هي التوتال وبعد كده شلت الان وحطيت ال7 عددهم وبالتالي احسب الار يطلع لي 0.62 وهنا بوزيتيف يبقى ده دايركت وبالتالي اصبح عندي دايركت سترونج كورليشن. ليه سترونج؟ عشان عديت ال0.6 ب 0.2 0.02 حاجه فرفوته بس اكتر من 0.6 وبالتالي اقدر اقول ان ده كده سترونج كورليشن. اتمنى تكونوا فهمتوا معايا الحلقه دي والى لقاء تاني في حلقه تانيه من الاستاتستكس وتحلوا أسئلة على ده من باب المذاكرة وتمرين النفس على التعليم. شكرا.